أعلن الجيش العراقي تدمير العديد من أوكار العناصر الإرهابية والعثور على مواد لوجستية خاصة بتنظيم داعش الإرهابية، وذلك خلال عملية تطهير واسعة في محافظة صلاح الدين. من جانب آخر، قتل شخصان بينهم عسكري جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء الحويجة بكركوك. وفي غضون ذلك، أعلن مسؤول أمني عراقي تفجير 36 عبوة ناسفة من مختلف تنظيم داعش أو عفوا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابية غرب الرمادي. إذن للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة العراقية بغداد الدكتور معتز محيي، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية العراقية. دكتور معتز، نرحب بك على إكسترا نيوز وصباح الخير. ويبدو أن هناك بعضا من جيوب تنظيم داعش الإرهابي لا زال في العراق، والقوات الأمنية تحاول يعني تطهير العراق وتطهير المدن العراقية من هذه الجيوب الداعشية. صباح الخير لك أخي العزيز والأخوة المشاهدين الأعزاء. الحقيقة يعني عمليات مستمرة لملاحقة فلول مسلحين داعش في المثلث محافظات كركوك وديالة وصلاح الدين. هذا المثلث دائما يشهد عمليات نوعية من قبل مسلحي داعش لضرب بعض القيادات الأمنية وأماكن تواجدهم، وكذلك وضع سيطرات وهمية وخطف بعض المواطنين كما حدث من أيام قليلة. كلها دلالة كبيرة جدا القدرة القتالية العراقية حاليا متمكنة في ملاحقة هؤلاء، ولكنهم يختبئون في الأحراش وفي جزر نهر دجلة، وخصوصا في محيط بحيرة استرسار التي تكون حاليا موبوءة ببعض المسلحين الذين يختفون داخل الأحراش وداخل القصب والبرد العالي المستوى. كل هذا نؤكد أن القيادة العسكرية كشرطة اتحادية وأيضا مكافحة الإرهاب هي حريصة بتأمين هذه الخطوط وتأمين كذلك الخط البري الممتد من بغداد إلى كركوك. وعلى ذلك دكتور، هل هناك تخوفات عراقية من عودة تنظيم داعش الإرهابي بشكل يعني كبير أو بشكل كامل وليس مجرد جيوب في العراق؟ بعض الجيوب كما ذكرت موجودة في سلسلة جبال حمرين. هل ممكن هذه الجيوب أن تتوسع؟ هل يمكن أن تتوسع هذه الجيوب؟ لا طبعا، هي دائما ملاحقه من قبل، ولكن هذه المناطق تعتبر مناطق بعيده عن المدن، ولكن يلجا اليها المسلح لاختفاء بالكهوف الموجوده والمغارات الموجوده في سلسله هاي الجبال القريبه من نهر دجله والبعيده عن المدن. ولكن هو حاليا يرصد القرى البعيده جدا عن المحافظات ويحاول ان يقوم بعمليات خطف المواطنين او الرعاه الاغنام او بعض الزراع الموجودين في هذه المناطق، وهذا ما يؤكد انه حاليا بين فتره واخرى يبدل تكتيكاته، لا ينصب كما للاجهزه الامنيه او يضرب السيطرات، ولكن ياتي على المواطن البريء الذي لا حول ولا قوه له وغير مسلح، فيقوم بعمليه خطف وعمليات ايضا ملاحقه لهدم البيوت واللجوء الى تخويف المواطنين من اجل تهجيرهم مره ثانيه الى مناطقهم الامنه. دكتور معتز، كما تعلم ان الحاضنه الشعبيه هي الاساس في عمليات مكافحه الارهاب ومكافحه التنظيمات الارهابيه، كيف هي الحاضنه الشعبيه في العراق لدعم القوات الامنيه والمؤسسات الامنيه في العراق؟ وجود هذا الترابط، لولا يعني المعلومات الامنيه التي تتوفر لدى المواطنين وايصالها عن طرق عديده للأجهزة الأمنية والاستخبارية لما حصل هذا النجاح الكبير جدا للقوات الأمنية للسيطرة على داعش أو الحلول دون وصوله إلى مرة ثانية إلى المدن التي كان يحتلها كالموصل والأنبار والفلوجة وغيرها. ولكن كما ذكرت هنالك مناطق غير آمنة وغير مستقرة، خصوصا هو حاليا لجأ بعض المسلحين لجوا إلى هذه المناطق المأهولة والجبال عندما غادوا مواقعهم في سوريا، وجاءوا على شكل دفعات واتجهوا الى مناطق سلسله جبال حمرين ومكحول، وبداوا ينظمون وضعهم العسكري والاستخباري مره ثانيه، وهنالك ايضا بعض المواطنين يامنون لهم هذا الملجا اذا كان قريبين لهم او اقرباء او من نفس العشيره، وهذا هو يعتبر نوع من
إشكالية تعاني منها الزلمية عندما يجد بعض المواطنين يساعدون هؤلاء المسلحين في إعطائهم المعلومات عن تحرك القوات الأمنية أو قيامهم بعمليات سريعة جدا ضد مخابئ المسلحين، فعندما تذهب القوات الأمنية إلى أماكن تواجدهم لا تجد أثر لهم فيختبئون ويغيرون أماكنهم خلال 24 ساعة ولم يجد سوى بعض الأغذية أو بعض التجهيزات الخفيفة التي تركوها المسلحين وذهبوا إلى مناطق أخرى. طيب دكتور معتز، هل لازالت الحدود السورية العراقية مصدر تهديد بالنسبة للعراق، وكيف تتعاطى أو تتعامل القوات الأمنية والمؤسسات العسكرية في العراق مع هذه الحدود ومع هذا المصدر دائم التهديد؟ كما أنت عارف يعرف المشاهد حدود طويلة جدا لقد أكثر 36 كيلومتر، أغلبها غير مؤمنة في الوقت الحاضر من ألف قوات لحماية الحدود وقوات أيضا برية قيادة قوات الأنبار وقوات الجزيرة تقوم بعمليات تأمين الحدود، أيضا طلعت الطائرات المروحية تؤمن بعض الأماكن المتواجدة بها تلك القوات، ولكن التضاريس الأرضية وأيضا الكهوف والمغارات تساعد على عمليات الاختباء والتسلل بعض المسلحين الذي حصروا من قبل قوات دكتور معتز؟ يعني نعم تفضل. لا يوجد له استعداد كبير جدا في مشكل الحدود من الجانب السوري، ولهذا اصبح الخلل واضح جدا عندما يجد المسلحين مكان غير امن ويتسللون الى مره ثانيه الى المدن الحدوديه العراقيه والقرى القريبه من الصحراء. دكتور معتز هل تسمع؟ نعم دكتور معتز محيي مدير مركز الجمهوري للدراسات الأمنية العراقية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. حدثنا عما يتعلق بوجود عدد من الجيوب والداعشية بطبيعة الحال في الأراضي العراقية وجهود المؤسسات العسكرية الأمنية العراقية في التصدي وتطهير كافة الأراضي العراقية من الجيوب الإرهابية. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال باقي فقراتنا من هذه الجولة.